في الجامع، يا والله يحبها، يا يفطر فيها في الفجر، ويقولنا والله ما نفطر على بزاز المريم، يا والله ما نكون غاية في النهار، يا ينسى سورة الفاتحة. هادي ما شاء الله. باش كتاكلوها؟ هو حليب ولا بيت؟ ولا بيتي. هيا ندير لك حلوة تاني، صبيعة العروس. هيا دقيقة، انتوما تاني على بالي ما تفهموش في هذا الصوالح. ايه، هادي من الحلويات المشهورة عندنا في الجزائر، الله يبارك. صبع العروس هادي تفنن فيها المرأة الجزائرية في المطبخ تاعها. ايه، شو انت تحاوتي؟ وعلى راك تمسخر المروكي؟ يا والله هذا راه يتمسخر بينا يا تاتبيرت هذا. ايه، اسمي صابرينا، سميني صابرينا. ايه هذا يا صابرينا راه يتمسخر يا وحو، يقاذرنا راه في لايف جزائري يقاذرنا، علاه يضحك؟ ايوه، يغيظ الحال، يجيه الضحك. ايه بون سبحان سوباج، الله، ما هذا كاش تاني منها. حلوة تاعنا، الله يبارك. ايه شوفوا هذا هالشي، يسموه صباع الغول هذا، يا ونعرفه مليح. غادي يقبطوك بها مسافرة في المطار، يدوك الحبس. هادي ايه راهي تشهي، وهادي تاني الإبداع تاع المرأة الجزائرية. أصبع من لاباط تاع الصابلي، وفي كل أصبع يتشكلوا على هذا الشكل كيما هكا، ودير له كاشلوزة صايي، ونسموه صباع العروس. ايا نزيدكم طبق تاني من الاطباق تاعنا الشهية. هي دقيقة خالتي، بالك تفهموا انتو، انت على بالي المراكة ما راهمش يفهموا كاش حاجات. بغيت جيت نعلمكم لا كلاس تاع الماكلة في الجزائر. والله ربي يدومها نعمة، هاد المراركة ما عندهم ثقافة، ما عندهم طبخ. يا سبحان الله، ويجيو ويضحكوا علينا هنايا في اللايف. ايه، يا وين هاي راكم يا كشكشي المراركة؟ تاني. تبدوها ايه كسكسي هذا. شوفوا خاوتي، المائدة الجزائرية كي راهي تشهي. شنو هادشي يا اخت؟ شنو هادشي يا اخت صابرين؟ شنو هادشي؟ كسكسو باش؟ هادي مائدة جزائرية، الله يبارك، متنوعة. هيا تشوفوا فيها فيتامينات وأملاح معدنية وبروتينات. وهذاك اللي في هذاك اللي بيض بابي الومنيوم. ايه، سي لا ديكو. الله يبارك، الله يبارك، الله يدوم عليكم. فوالا، ايا نزيد كاش طبق تاني. هيا دقيقة، ايه اني نحب نغيضكم المراركة والله. هذا تاني طبق تاعنا. هيا دقيقة خاوتي، وكيف هذا انت تاني، صابرين؟ اي هادي المارق تاعنا، تشوفوها خاوتي. هذه المرقه بالجبانه، هادي مرق تاع التين المشوك، تشوفوها. واش هذيك الجلبانه؟ الجلبانه ايوا، هذاك العدس يا المروكي، العدس هذا. لا، هذه جلبانة، هذه أنا نوريك تاني طبق بالعدس. الجلبانة بالهندية، واه سبحان الله، ايه إبداع تاعنا هذا تاني. إبداع، نيت نيت، الله هذا يكمل عليك. تاني الطاجين تاع الجلبانة والقرنون باللحم، با 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 با، طبخ جزائري هذا. ايه المرأة الجزائرية يا سبحان الله، والله تغيظهم يا ورانا في العالمية. الفحلات ايه والله، راه الفحلات يا وهاد طاجين خاوتي المروكيات، وكبسو المراك راهم يديروا في سينيال. يا وهذا المروكي والله انا شك فيه يا صابرين، هذا راني راه يحوسي سينيالي كي من اما لا، نتيق حاشا فيهم حاشا حاشا حاشا، واش السينيور يا حاشا؟ انا بغيت نتفنن في الاكل الجزائري. يا هذا الاكل هذا يا راه ضارب في التاريخ يا المروكي، هذا راه عنده 4000 سنه، على بالك راه عندنا الاكل الفرعوني. ما على بالوش، ايه ما هذا، ايه ما عندهمش ثقافه، ما عندهمش حضاره، ما زيد كاش منها. صابرين الله يرضي عليك، ورينا المأكولات.
واحد الطاجين كانت فيه بحال بون، خشب. انا حبيت نوريكم اون فيت اني في الصفحات تاعنا الكبيره الجزائريه نحطوا الاكولات تاعنا، اي ندير لكم كابتشور ديكرون بالك تقولوا براهم يقولوا لي ما كاش منها ولا هادو تاني راني دي فوتو انفونتي ما رانيش سي با سي با فري. مي تشوفوا خاوتي هيا روحوا شوفوا لي باج تاعنا وتشوفوا الاطباق تاعنا. هذه اكله وسمها الطاجين الجلبانه والقرنون باللحم، كتبوها في جوجل بالك تشوفوا كاش صور كيما هاك. لا الطاجين الجزائري تاعنا ما راهوش تاع المغرب. ايه هذا من روكي راه يقول الطاجين تاعنا، كيفاه الطاجين تاعكم يا هذا تاعنا؟ ايه كيف هذا يطيحنا؟ اه المراركة والله يغيظهم الحال، والله راكي غيظاهم يا صابرين. كملي كملي إيه رانا معاك. على بالي سي بوغ سا راني نغيظهم وراني نحط لهم كاش حاجة تاعنا. بون هيا نزيد لكم حاجة، هيا دقيقة خالتي. الأخت صابرين شنو هو القرنون؟ القرنون توما في المروك تقولوا له القوق. اه هيا خزرو خاوتي شوفوا الله يبارك دغيساج ولو بلا كيفاه ديكوري. هادي تاني أكلة بيضة هيا بالدجاج، وشوفوا شوفوا خاوتي المذاق، هيا ايماجينيو المذاق تاع اللفتة مع القرفة ومع ولد الدجاج وفخذ أبيض والمرق كيف المرق اللي راه اكوتي ان صوص. الله يبارك شوفوا الطبق راه مشهد ديك لا صوص كي دايره خاوتي في لي كومونتير. هذا تاني يوزر يقول لك هذا سي شاوي، وي فوالا هذا طبق نديروه في الشاويه في الجزائر. الله يبارك ايماجيني وخاوتي. هيا وشوفوا الحمصي، الحمصي تاني راهو موجود في كاع الاطباق تاعنا واسمها العطريه. تقولوا لها لي زيبيس، حنا ما نحبوش لي زيبيس، نتوما لي زيبيس عندنا في وهران وخلاص، بالك تجي من وجده الجزائريه ولا ما على باليش. انتوكا حنا ما نديروش لي زيبيس، ما نحبوهمش، نحبوا المرق الابيض. بون ايا نزيد لكم كاش اطباق تاعنا. الله يبارك والله خوتي طبق ينسيك في طبق. ايا نزيد لكم كاش اطباق حاجه و فوالا هادي تاني. انا نقول لكم الحمص نحبوه في كلش، وهذا تاني طبق بالحمص. هيا تشوفوا جلدة تاع الدجاج وتشوفوا خاوتي الحمصي وكاش المعدنوس تشوفوها خاوتي. وشنو داكشي يا والله يا والله المراركة والله التعليق تاعهم راها حابسة في مرة. يا سبحان الله غاضهم الحال. يا وشوف يا المروكي كحل يا المروكي، شوف الأطباق الجزائرية. احنا المغاربة شفنا هادشي ورا مصدومين كنشوفوا سبحان الله المأكولات الأولى في العالم. يزيدوا المأكولات اللذيذة والشهية اللذيذة والأكثر من لذيذة. يزيدوا تبارك الله زيد. ايه يو غدا يا صابرين هادي تلقي هذا المروكي هذا داير لايف ويقول لهم يقول لهم يسرقوا في التراث تاعنا. ايه على بالي ايه راه يسجل. يا والله انا داير لك متابعه. هذا فلفل احمر مغربي، هذه صوره عندنا في الجزائر. حنا لي زيبيس نسموهم بالاسماء تاعهم، كل فلفل احمر ولا نقولوا لها يسموها الجانجومبر المغربي. احنا كاني ما نحبوش كاش حاجه مروكيه، نحبوا التقاليد تاعنا وخلاص، والله ما على بالنا بكاش حاجه ديالكم. بون ايا نروحوا لكاش طبق تاني. هيا دقيقه خوتي، وهادي صحه غداكم خوتي، وهادي تاني
الله يبارك. اطباق تاعنا خزروا مليح تشهي، وشوفوا خالتي لي كولور ولا بريزونطاسيون والدريساج، صحه غداكم. ما نقول لكم صحه عشاكم خاوتي. شنو داكشي الحمر اختي؟ شنو هو داك البلا الحمر؟ المرق. تبارك الله. ايه والفلفل في 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 في, في الطبق الاخر. هذا بالبودنجال، الفلفل بالبودنجال اكخازي، ما على باش راكم تقولوا ليه بالمروكيه. حنا تاني نتكلموا لا كلاس، نتكلموا بالفرنسيه بالمغربيه سميتو البودنجال مبعز. بون انا ما على باليش واش راهم يتسموا في المروك. بو هادي تاني نبدا من الاطباق تاعنا. بون ايا نروح لكم كاش حاجه تاني. دقيقه خاوتي، انا حبيت ندير لكم كاش كومباريزون، انا نحب لي كومباريزون. هادي تاني كويزين ميزون دي زد. ايا روحوا الانستغرام، ايا كتبوا ميزون كويزين ميزون دي زد، ايا تشوفوا كاش اطباق الله يبارك تشهي. وهادي تاني طبق من الاطباق تاعنا الشهيه. فوالا تشوفوها خاوتي. يا وراهم يشوفوا راه غيظهم الحال يا صبري. ايا ايه تشوف الطبق، ايا تحب تكون في يدك لا كويير وبالك تبدا تاكل ديريكت. يا والله هذا يشهيني، انا راني حاب ناكله دابا، ما كاش منها دروك نروح ناكله نورمال. هذو ايه كيفاه يا السيمو هذه التقيه كيفاه؟ يا وراك تطيح يا المروكي. ايه نعل الشيطان، هذه راه دعمت ربي. ايه غايضهم. ايه هما يغيروا من الاطباق تاعنا، يغيروا منا ويحبوا كلش اطباق تاعنا. يا الطاجين يا صابرين، هذا الطاجين هذا اصله جزائري من نعم. ايه قول لي. ايه ايا شفت كاش الناس دخلوا جداد، حبيت نوريهم فيت في دي جاتو الجيريان 100% الجيريان. هذا تاني طبق تاع الحلوى الجزائريه الشهيات كوك بالكوك. هذا تاني نحضروه في فصل الشتاء خاوتي. شوفوا الله يبارك حلوى شهي في الشوفة تاعها. ايا نزيد لكم تاني حلوة تانية، هادي تاني بزاز المريم، تاني نحضروها في فصل الشتاء. والشيكور الجزائري يموت على هاد الحلوة خاوتي. بون شفتوها